يسنريش رئيس المكتب التنفيذي للمهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتنمية. محمد بقالي كاسب العام المهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتنمية. المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين هو هيئة مدنية مستقلة عن كل التوجهات السياسية والدينية والإيديولوجية، يسعى للنهوض بالفرد والمجتمع من خلال المساهمة في تنمية مندمجة ومستدامة محور التكوين والتعطير. المعهد يشتغل على ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول هو مؤسسة مشاركة الشباب في التنمية المحلية. الهدف الثاني هو تكوين وتعطير الشباب وتأهيلهم للاندماج في سوق الشغل. الهدف الثالث أو المحور الثالث اللي كيشتغل عليه المعهد هو تعطير الشباب من أجل المساهمة بشكل فعال في مواكبة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. صراحة هو سؤال يعني في كل مرة يعني يطرح هذا السؤال على الأعضاء ديال المكتب، من أين جاء التسمية؟ وبالتالي قد نقول على أن اختيارنا أولا للكلمة الأولى وهي المعهد لكي نعطي واحد، أولا قد نقول لكي نضفي على الجمعية على أنها مؤسسة للتكوين والتأطير وخصوصا تأطير الشباب. يعني فبالتالي نحن لسنا جمعية من أجل تنظيم بعض الأنشطة، إما قد نقول موسمية أو قد نقول ذو صبغة يعني محدودة أو في مدة محدودة. فبالتالي عندما نقول معهد يعني على أن المدة محدودة غير محدودة، يعني فبالتالي على أن المعهد سيبقى مفتوحا في وجه جميع الفاعلات والفاعلين الجمعويين، أنهم ينخرطوا فيه، أنهم يستفادوا من التكوينات التي يقدمها المعهد، أنه يعني يدخل في أي شراكة التي قد تفيد المجتمع أو قد تفيد الشباب والشابات، خصوصا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أو قد نقول خصوصا في المنطقة التي ننتمي إليها وهي منطقة بني مكان. هذا هو السر اختيارنا لاسم المعهد، بالإضافة المتوسط أننا نطل أو مدينة طنجة تطل على البحر الأبيض المتوسط، من هنا جاءت فكرة اختيار المتوسطي الديمقراطي على أننا نختار على أن هؤلاء الشباب الذين ينتمون إلى المعهد هم شباب يعني حدثيين في أفكارهم، على أنهم يؤمنون بالأفكار السامية التي نناشدها جميعا والتي يجب أن تسود بين جميع الفئات المجتمعية. كذلك التنمية والتكوين على أنه قد نقول على أنهم وجهان لعملة واحدة، لا يمكن أن نقول تنمية بدون تكوين، ولا يمكن أن نقول على أن التكوين لن يقودك إلى التنمية. وبالتالي قد أقول على أن اختيارنا للإسم لم يأتي عبثا، وإنما جاء من تفكير عميق لهؤلاء الشباب الذين لهم حمولة يعني قد نقول جمعوية محترمة لمدة سنوات، وتأطروا على يد مجموعة من الفاعلين الجمعويين في المدينة أو خارج مدينة طنجة. فبالتالي قد نقول على أن هذه التسمية حظيت يعني على مستوى الدلالات على أنها كنظن أننا كنا موفقين فيها. إذا بالنسبة للهياكل التنظيمية اللي عندنا في المعهد، أول حاجة كاين المكتب التنفيذي، كاين المجلس الإداري، وكاين أندية ومراكز. المجلس الإداري هو الذي يقترح البرامج، هو الذي يعني يناقش مع المكتب التنفيذي كل صغيرة وكبيرة، ملي كنناقشوا يعني برامج وكيتم المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري، ما على المكتب التنفيذي إلا ينفذ هذه البرامج. يعني من هنا جاء اسم المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى وجود أندية ومراكز، لأن أهداف ديال المعهد يعني نقول لك أنا أهداف يعني كبيرة، يعني مجموعة من الأهداف. ما يمكنش المكتب التنفيذي اللي كيتكون من 11 عضو يعني يخدم عليها كاملة، وبالتالي حنا كنا ملزمين يعني واشي راه ديجا عندنا في القانون الأساسي يعني باش يعني من بين الهياكل التنظيمية اللي عندنا في المعهد اللي هي الأندية والمراكز، بحال مثلا النادي المتوسطي للشطرنج. هذا النادي هذا يعني بحال الاسم ديالو يعني كيشتغل على الشطرنج. عندنا النادي الرياضي،
يعني كيشتغل يعني ما هو رياضي. كاين عندنا مثلا نادي توصيتي بالاعلام، يعني هو اللي كيهتم بالاعلام التوزيع الى اخره. يعني عندنا نادي المرأة والفتاة، يعني كتسمى يعني القضايا ديال المرأة والفتاة. عندنا نادي الاطفال واليافعين، هو اللي كيهتم يعني بصحيه الاطفال، يعني اذا كانت شي حاجه تربويه الى اخره. يعني مجموعه من الانديه ومراكز اللي كتعاون مكتب التنفيذي في بلوغ الاهداف العامه. بالنسبه يعني في شهر مارس كنا يعني منا يعني تجديد ديال المكتب، وهذا نظرا الى سنه ونصف من الاشتغال. يعني مجموعه من الاشياء استفدنا منها، ومجموعه من الاشياء كان لا بد يعني باش نديروا جميع العام، يعني باش نحاولوا نضيفوها. بحال مثلا السينما الاجتماعيه، السينما الاجتماعيه يعني هذا البند هذا ما كانش عندنا في القانون الاساسي، وبالتالي يعني عملنا جميع العام واضفنا يعني بعض البنود في الاهداف وبعض البنود في الوسائل التي تهم السينما الاجتماعيه، بالاضافه الى معهد كان جمعيه محليه. اليوم اصبح المعهد منظمه وطنيه اللي ان شاء الله غادي يكون عندها فرع يعني في الصعيد يعني في ربوع المملكه، ومعهد يعني بدا في مرحله ديال التاسيس، وهيكله بعد الفرع. بالاضافه الى ادماج اطر وكفاءات جديده، لان المعهد كبر، وبالتالي يعني كان يحتاج الى ضخ دماء جديده، يعني من اجل الدفع بعجله المعهد الى الان. طبيعه الحال المعهد المتوسط الديمقراطي للتنميه والتكوين يعني مر واحد المرحله اولى التي امتدت لمده سنه ونصف، مجموعه من المشاريع والبرامج، ولكن في إعادة ديال الهيكلة اللي حاليا اللي كتمتد واحد 6 أشهر أو أكثر، فالمعهد يعني كان مقبل على مجموعة ديال الرهانات، وكان أول رهان اللي الحمد لله أننا نجحنا فيه وهو تنظيم واحد الدورة اللي كانت مهمة خاصة بالعاملات المنزليات، وبالضبط القانون ديال 19-13 اللي غادي يتفاعل قريبا. يعني فالدورة اللي كانت بشراكة مع جمعية نعمة من مدينة الرباط اللي جاو من مدينة طنجة، وتنظمت هاد الدورة فيها يعني كانت ورشة تكوينية لفائدة العاملات المنزليات، بالإضافة كانت واحد الندوة من أجل التعريف بالقانون ديال الخادمات المنزليات اللي غيتفاعل كما قلت قريبا. وطبيعة الحال الدورة هذه كانت ناجحة، بطبيعة الحال حضور أول شيء ديال العدد الخادمات اللي كانت تجاوز 45 خادمة، بالإضافة لحضور مجموعة ديال الفاعلات الجمعويات والحقوقيات اللي جاو مجموعة ديال المدن المغربية شاركونا هذا الحدث هذا. وكانت هذه الندوة ناجحة لأنها عرفت التمثيلية ديال وزارة الشغل، بالإضافة لمجموعة ديال مفتشي الشغل اللي كانوا حاضرين في هذا الندوة. كان واحد النقاش مستفيد يعني اللي عرف بهذا القانون هذا، بالإضافة أننا بينا بأن المغرب يعني أنه يضمن كرامة وحقوق العامل، خصوصا العاملات المنزليات اللي كيعرفوا نوعا ما كانوا كيعرفوا واحد التهميش، فبالتالي كانت هذه فرصة أنه تعرف على الحقوق ديالها وتعرف على أنها كيان لابد من أنه يحترم، وأنها يعني أي ممارسة تسيء إلى الخادمة المنزلية فهي أن هناك قانون يحميها. فبالتالي هذا كان من ضمن المشاريع اللي الحمد لله نجحنا فيها، ومن ثم أننا انطلقنا في مجموعة ديال البرامج والمشاريع الأخرى، بالإضافة على أننا كنا نظمنا ملتقى الشباب الجهوي المواطنة والتطوع. هذا ملتقى اللي امتد على 3 أيام، وعرفت تكريم ديال مجموعة ديال الفاعلين الجمعويين في مدينة طنجة، بالإضافة أنها كانت واحد اللمة جمعوية لمجموعة ديال الشابات وشباب الجهة اللي جاو
جميع المناطق ديال جهه طنجة تطوان، بالاضافه لبعض الضيوف اللي اصروا انهم يحضروا معنا الملتقى من خارج الجهه، جو من مدينه الدار البيضاء، اكادير، الصويره وبعض المدن الاخرى. وبطبيعه الحال احنا من خلال هذا الملتقى هذا حاولنا اننا نبرزوا الدور ديال القيم الساميه، ومنها قيم المواطنه والتطوع. كما قلت ايضا كانت مجموعه ديال الورش التكوينيه على يد مختصين في مجال التنميه والحداثه، كذلك كانت واحد الفرصه اننا ضمن واحد الجوله استكشافيه لمجموعه ديال المعالم اللي كتسخر بها مدينه طنجه، وهذا كان يعني باش اننا نبينوا الجانب الجميل والسياحي لمدينة طنجة والأثاث التاريخي اللي كتميز به، بالإضافة أننا خلقنا واحد الشبكة باش ديال المتابعة ديال المشاريع ديال الجمعيات اللي كانت حاضرة معنا، وهذه كان من ضمن أهم البرامج اللي نظم المعهد المتوسط. كذلك في مجال السينما قبل أننا ندخلوا في هذا المشروع الكبير وهو الفن السابع من أجل مساواة المرأة، فاحنا حاولنا اننا ننظموا بعض اللقاءات مع بعض المخرجين الشباب، انهم يعرضوا الافلام ديالهم وتتم المناقشه ديالهم من اجل اننا ندعمهم باش انهم يشهروا الاعمال ديالهم، بالاضافه على انها تكون واحد الفرصه للتعرف ديال خصوصا يعني الشباب، انهم يتعرفوا على يعني كل جوانب اللي يمكنهم انهم يستافدوا من الفرصه في مجال ديال الفن السابع او السينما. إذن مباشرة بعد التأسيس شو سنة 2016 كنا يعني بندوة خرجت جوج ديال الخلاصة الأولى هي ضرورة تدخل المجتمع المدني في تأهيل الشباب وإدماجهم في الشغل، ثانيا تأهيل الشباب للمساهمة في التنمية المحلية. فعلا كنا يعني ضمن جوج الدورات التكوينية، الدورة الأولى أطلق اسم برنامج تأهيل وتكوين الشباب ذوي التحصيل المتوسط في القطاع الصناعي. هذا البرنامج هذا اللي امتد على شهر ونص، كون فيه شباب اللي عندهم يعني النيفو 5 9 يعني اللي ما عندهمش يعني واحد التحصيل عالي، قمنا يعني بالتأهيل ديالهم يعني في المجال الصناعي، يعني مجموعه من الورشات في المجال الصناعي، وحاولنا نعملوا معاهم تتبع يعني حتى ندمجوا في سوق الشغل. البرنامج الثاني هو كان تأهيل جمعية الأحياء يعني في المجال الجمعوي، كانوا 4 محاور أساسية. المحور الأول كان هو تأهيل يعني في المجال الإداري والتيسير المالي للجمعيات. المحور الثاني كان هو هندسة المشاريع التنموية، موراها التخطيط الاستراتيجي للجمعيات، ومحور اخر كان هو اليه الصرافه، حيث مؤخرا بان الجمعيات يعني دوسو 2011 عطى واحد الحق للجمعيات هي تقدر ترافع على مجموعه من المشاكل ديال السكينه. كانت فرصه يعني باش جمعيه الاحياء يعني عرفوا مجموعه من البنود في هذا القانون هذا اللي غادي يسمح لهم يعني باش يطبقوها ويحاولوا يعني يحققوا بها اهداف المشهوده ديال السكينه، بالاضافه الى مجموعه من الندوات اللي ساهمت في تاثير الشباب بحال اللي قلت يعني باش يساهموا يعني في مواكبه وتتبع السياسات العموميه. كانوا محاور تتعلق يعني كان مثلا كانت ندوه العنوان ديالها مثلا كان دور مؤسسه المجتمع المدني والدوله في محاربه التطرف. مباشره يعني مور هذه الندوه هذه يعني خرجنا بواحد التوصيه. شنو هي التوصيه؟ هي ضروره تدخل المجتمع المدني يعني كخص يعني استعمال الوسائل الحديثه يعني من اجل محاربه التطرف. فعلا كنا يعني مباشره يعني كنا عملنا واحد البرنامج اللي مسميه برنامج تطبيق السلام اللي كان بشراكه مع منظمه الامم المتحده لتحرك الحضارات. هذا البرنامج هذا يعني كانت مدة ديالو اسبوع يعني يوميا صباح يعني صباحا ومساء. 30 مستفيد، 15 كان يعني منهم يعني من سكنه طنجه و15 من افارقه. هذا الدوره التكوينيه هذه يعني مستفيدين تكونوا يعني في الطريقه يعني كيفاش يعني عدلوا واحد اللعبه
وتنصطلق في الهاتف. علاش؟ حيت هما يعني كانوا من واحد الدراسة جوروا بأن الألعاب راه تقريبا يعني واحد النسبة ديال المشاهدة أو النسبة ديال الاستعمال ديال الألعاب في العالم جوروا طلعها. قالوا علاش يعني علاش ما يستعملوش الألعاب يعني باش ينشروا يعني بعض المفاهيم وبعض أفكار السامية بحال محاربة التطرع ومحاربة الإجرام ومحاربة. وبالتالي بان هذا يعني الدوره التقنيه فعلا قمنا يعني بواحد يعني تصميم واحد اللعبه. هذه اللعبه هذه ان شاء الله يعني شاركنا فيها يعني في واحد المباراه يعني في المنظمه الامم المتحده وجاتنا هنا لانفيتاسيون يعني باش يعني نتدعو واحد مشارك من ذاك المستفيدين غادي يطلع المقر ديال المنظمه المتحده باش غادي يحاول يدافع على هذا اللعبات. يعني في نفس الصدد وفي اطار المشاريع الكبرى اللي الحمد لله النعاد حاول انه ينجح في الدافع بها هو مشروع الفن السابع من اجل مساواه المراه. المشروع هذا اللي هو جا التمويل ديالو الاتحاد الاوروبي اللي كيتجاوز التمويل ديالو 80,000 يورو. هذا المشروع هذا اللي يمتد على مده سنه يعني في مثلا يونيو 2019 غتكون هذه هي النهايه ديال هذا المشروع. هذا المشروع اللي غيعرف حوالي 48 نشاط. مشروع الفن السابع من اجل مساواه المراه اللي عندنا بعض الشركاء اللي غيشاركونا في تسير هذا المشروع. هذا كانت عندنا جمعيه من مدينه طنجه اللي كنقولوا كتدافع على قضايا الهجره والمهاجر خصوصا المراه المهاجره وهي جمعيه لقاء المتوسطي للتنميه والهجره. بالاضافه اننا حاولنا نفتحوا على اقليم مهم بالنسبه لمدينه طنجه وهو اقليم فحص أجرة، اقليم اللي كيطبع عليه الطابع القروي وبالتالي غيتمثل بجمعيه وهي جمعيه أجرة المحافظه للتنميه والمحافظه على التراث. فهي عندها واحد الشبكه داخل هذا الاقليم هذا اللي كيضم مجموعه ديال الجمعيات، وبالتالي غتكون فرصه للمراه القرويه ان نتقاسموا معها الطموحات ديالها المشاكل ديالها الهموم ديالها. بالاضافه انها عطل من خلال مشروع الفن السابع باش انها تثبت بان المراه القرويه لها امكانات لها يعني اننا يمكن اننا نوظفوها في مجموعه ديال السياقات الحياتيه. فبالتالي على ان المراه القرويه ينقصها فقط التكوين ينقصها التاطير، فبالتالي حتى هي عندها مجموعه ديال القدرات اللي يمكن لها انها تنمي الاقليم ديالها. هذا المشروع اللي غيكون فرصه للشباب ايضا خصوصا اللي كيشتغلوا في المجال السينمائي انهم يتاطروا من خلال مجموعه ديال الورشات والتكوينات اللي عادي يستافدوا منها سواء في المونتاج او السيناريو او الاخراج او مجموعه ديال الجوانب اللي كتعلق بالفن السابع. كذلك محشق اللي غيتوجه للجمعيات وفي اطار تسير الجمعوي يعني داخل الجمعيه. وكنتحدثوا هنا على الاطار الاداري التسير المالي كيفيه اعداد المشاريع والاليات ديال الترافع. بالاضافه كاين واحد الشق اجتماعي داخل هذا المشروع وهو اننا نحاول ناسسوا واحد الشبكه مجموعه ديال الجمعيات خصوصا التي انخرطت في هذا المشروع من اجل الدفاع والترافع على قضايا المراه خصوصا المراه المهاجره والقرويه. فبالتالي هذا المشروع هذا اللي عرف انطلاقه ديالو يوم 13/1 بيت الصحافه اللي عرف حضور ديال مجموعه ديال الفاعلين الجمعويين والفاعلات الجمعويات حقوقيين مختصين كذلك بعض السينمائيين والنقاد السينمائيين اللي شكوا هذا الحدث هذا. ولا ننسى الحضور الاعلامي المميز اللي شاركنا هذا الحدث ديال الانطلاقه الفعليه للمشروع الفن السابع اللي حاليا تواصل بالنشاط الثاني اللي كان واحد اللمه ديال مجموعه ديال الجمعيات اللي جاو انهم يتعرفوا على المشروع. بالاضافه كانت فرصه للتكوين من خلال التعريف بدور السينما الاجتماعيه في معالجه القضايا الاجتماعيه. واليوم نحضر يعني من اجل نشاط ثالث وهو يعني دوره تكوينيه من اجل تقويه وتفعيل القدرات ديال الجمعيات من الناحيه المؤسساتيه خصوصا التسيير الاداري والمالي. فبالتالي قد نقول على ان هو مشروع سينقل المعاد نحو الاحترافية نظرا على أن هذه المشاريع التي ترتبط بالاتحاد الأوروبي تعريف مجموعة ديال المساطر من أجل
السير ديالها، بالاضافه على اننا نجحنا في هذا الرهان لان كاين مجموعه ديال الجمعيات اللي قدموا الطلب ديالهم باش يحصلوا على التمويل، وبالتالي حنا الحمد لله حاولنا اننا ننجحوا في هذا الرهان باش نكسبوا هذا المشروع. هذا هذا المشروع ديال الفن السابع من مسابقة المرأة اللي كيتنظم في 7 ديال الدول العربية أو قد نقول في المتوسط من أجل الجميع. فالحمد لله حنايا في الشطر الأول ديالو كسبنا الرهان، نجحنا في التنظيم، وهذا كله لأن عين قلب المعهد واحد المكانة اللي فعلا كيستحق نظرا لأنه يمتلك مجموعة من الشباب اللي عندهم إمكانات معرفية وعنده واحد الحمولة جمعوية اللي حلوها لسنوات، وبالتالي الآن برهنوا على أنهم لأن النقلة النوعية التي عرفها المعهد لم يأتي هكذا عن طريق الصدفة وإنما عن طريق الإمكانات التي يعني يمتلكونها، فبالتالي حاولت أنها تجسد في وقت يعني في وقت قريب على أن المعهد حاليا يتوسد المكانة اللائقة ديالو داخل الحقل الجمعوي في المدينة، بالإضافة أن مجموعة ديال العلاقات التي تجمع بين بعض الجمعيات على المستوى الوطني، وهذا يبين على أننا قادمون في الطريق الصحيح من خلال الثقة التي نحظى بها لا من المؤسسات المنتخبة والحكومية، بالإضافة إلى الفاعلات والفاعلين الجمعيين بالمدينة. إذا الأوية صراحة شهادة نحن نعتز بها من خلال الأصداء التي تصلنا من مجموعة ديال الإخوان والأخوات الذين نتواصل معهم، كذلك السمعة اللي خداها المعهد في هذه المدة الأخيرة صراحة يعني حنا تتلج الصدور ديالنا، والسبب قد يعني قد نقول أن السر أين يكمن. أولا أنا صراحة يعني كنقول السر يكمن على أننا نمتلك قائد كبير وهو رئيس المعهد سيدي ياسين الريش، رجل يعني يمتلك بعض الصفات التي قد نقول على أننا نفتقدها اليوم، رجل يستمع لكل شخص، يستمع لكل فكرة، يتفاعل مع جميع الاغتسامات حتى الانتقادات يتقبلها بصدر رحب ويحاول التصحيح، كذلك على أنه يشتغل على خلق واحد الجو ديال اللمة بين جميع الأعضاء ديال المعهد، كذلك على أنه رجل يعني ذو تواضع. هذه شهادة أنا أقولها ليس لأنه يحضر معنا في هذا اللقاء، وإنما أقولها في حتى يعني في غيابه كما يقال. هذا كان هذا هو السر، وأنتم تعرفون على أن أي مجال القائد عندما يكون يعني له بصيرة، له جرأة، له أخلاق، كذلك له واحد الحمولة يعني في الميدان الذي يشتغل فيها، هذه السفينة ستصل إلى بر الأمان. فبالتالي قد نقول هذا هو السر الذي يمتلكه هذا الرجل، خبرة جمعوية كبيرة، ثقافة، أخلاق عالية، قد نقول هذا هو السر في المعهد، ونتشرف نحن بالانتماء لهذا المعهد من خلال رئيسه الذي يعني صراحة اشتغلنا معه لسنوات، هو صديق لسنوات، فبالتالي هذا قد نقول هو السر الأول في قيادة المعهد إلى المكانة هذه، بالإضافة على أننا لا ننسى على أننا نمتلك مجموعة من الشباب والشابات يعني صراحة اللي عندهم واحد التحصيل علمي كبير، عندهم خبرة جمعوية، كذلك على أننا نحاول خلق أجواء من الأخوة، خلق واحد الأجواء اللي يسودها الاحترام، يسودها الحوار. نقول قد يعني بطبيعة الحال لم نقل على أننا لا تقع بيننا المشاكل، ولكن نحاول احتوائها نظرا لأننا نعرف على أننا في الطريق الصحيح، فبالتالي ضروري مجموعة المشاكل اللي عتعقنا. فأقول على أن هذا هو السر اللي يجعل أن المعهد أنه يتوسد هذه المكانة، بالإضافة على أننا الحمد لله على أننا قد نقول على أن بعض الأخلاق التي ساعدتنا أننا نمتلك نقدر نقول أن نجح المعهد، وهي أننا نستمع إلى الذين لديهم خبرة عندما يوجهوننا، كذلك نؤمن بالنجاح مع الانتقاد، فبالتالي نحن نأخذ هذه الانتقادات نؤمن بأن الخطأ يصحح ونصححه، وبالتالي كل هذا على أن أعطى واحد النجاح المعهد، بالإضافة بعض الأمور التي أعطت النجاح ديال المعهد هي الأمور ديال كيما واحد الشفافية، كيما واحد الديمقراطية داخل المعهد،
كاين واحد الحوار اللي كيسود بين جميع بين جميع اعضاء ديال المعهد، وبالتالي ممكن كل هذا عطانا واحد القوه اللي نقدروا نقولوا على اننا واجهنا بها مجموعه ديال الصعاب. طبعاً الحال حنا يعني واجهونا مجموعه ديال المعيقات، كاين مجموعه ديال الاشخاص اللي نقدروا نقولوا من خلال القناه ديالكم على اننا نقولوا انهم يحاربوننا، لان اعداء النجاح لا بد ان نجدهم في اي مكان ولا يفرحون للنجاح. فبالتالي مع ذلك هذه اللمه التي تجمع او هذه اللحمه، انا اعتبر لحمه خاصه تجمع بين اعضاء المعهد، يعني هي اللي حاولت انها تنتصر على كل معيق يعيق العمل ديال المعهد. هذا سؤال مهم في الحقيقه، كيفاش حسن يعني جمعنا هذا الشباب؟ نقدر نقول لك انا بان تجربه واحد تقريبا 15 سنه من عام الجمعية، يعني كنا هو يعني كان يعني كان يعني كان كنلتقوا يعني شي عضو كياخذ مع شي عضو في شي جمعيه، الا كتبقى ديك العلاقه. هذه العلاقه هذه بحال قلت يعني تقريبا 15 سنه من العمل، يعني جمعنا يعني هذه العلاقات اللي 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 حاولنا نطفو يعني هذا يعني الكفاءات وهذا 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 الاطر وهذا الفاعل الجمعوي، حاولنا ناسسوا واحد هيئه مدنيه اللي تكون مستقله بحال اللي قلت، اللي نسميها المعهد المصور السيتي الديمقراطي للتنميه والتكوين. وهو السؤال المهم هذا، يعني هذا السؤال هذا يعني مش اول مره كيتطرح علينا حنا. الهدف ديالنا من العمل الجمعوي اولا ابراز القدرات الذاتيه ديالنا، هذه هي النقطه الاولى، لان حنا تربينا في الحقل الجمعوي، تربينا يعني ما هو اكاديمي، ما يمكنش يعني داك الشيء اللي تعلمناه يعني في الحقل الجمعوي ولا اكاديميا يبقى عندنا، يعني ضروري كتصنع يعني حتى حنايا نعطيو باش يعني باش حتى ديك الاجيال الصاعده اللي ماشا حتى هي تستافد. وهذا هو السبب الاساسي اللي توجه المعهد اللي هو التكوين والتأطير، لان الحمد لله الاطر ديال المعهد الحمد لله يعني كامله، يعني فهمت يعني كفاءات والقائد اللي فيهم عنده تقريبا واحد 10 سنين ديال العمل الجمعوي. من هنا جاءت الفكره باش ناسسوا واحد الاطار يكون مدني اللي نحاولوا نساهموا فيه في التكوين والتأطير، ونحاولوا نبرزوا القدرات الذاتيه ديالنا اللي ما قدرناش نحققوها يعني في شي حزب او لا في نقابه او لا في شي قطاع امشي في قطاع اخر، يعني جزنا العمل الجمعي. بطبيعه الحال كما قال الاستاذ ياسين الغريش على ان هل نحن من خلال المعهد قد نقول بين قوسين ما هو استرزاق، لان الذي يبين على اننا لا نسترزق من الجمعيه او من المعهد، وهو اولا التنظيم ديالنا مجموعه ديال التظاهرات الكبرى من تمويل ذاتي، هذا كيبين كنقول ان هذا اكيد على اننا يبين على اننا نحن لا نبحث عن المال من خلال العمل الجماعي، كذلك على اننا لا نترك الابواب من اجل الحصول على دعم خارج يعني الذي يمكن ان نقول انه ممول من طرف مشاريع كبرى التي بطبيعه الحال المعهد لا يمكن ان يمولها ذاتيا. حنا نتحدث على الفن السابع، واحد المشروع اللي فيه 48 نشاط، حنا ما يمكنناش ما عندناش القدره يعني ما عندناش بعض الامكانيات الماديه اللي ننظموا بها هذا المشروع، بالتالي لابد من الحصول على واحد الدعم. هذا ممكن قد نقول على ان هذا هو السر على ان ما يمكنناش اننا ننظموا مشروع بحال هذا. كذلك كيبين اننا نحن لسنا مؤسسه استرزاقيه، ان كما قال رئيس المعهد على ان مجموعه ديال الاطر والكفاءات اللي اصلا عندهم وظائف ديالهم، عندهم عمل ديالهم يعني، وعندهم رواتب شهريه محترمه، فبالتالي انهم ما يمكنوش يمدوا اليد ديالهم من اجل الاسترزاق. بالاضافه على ان ممكن اننا واحد السمعه اللي كنتميزوا بها الحمد لله داخل هذه المدينه اللي ما تخليناش اننا نتحول لواحد المؤسسه استرزاقيه، ونحن دائما نؤكد فيما مرات على اننا ضد كل مؤسسه استرزاقيه يعني كتحاول انها المال العام انها توظفه لمصالح شخصيه.
بطبيعة الحال هو أن المعهد يعني بطبيعة الحال هو منفتح على جميع المبادرات الشبابية الهادفة بطبيعة الحال واللي كتهم الشباب والمرأة والطفل، فبالتالي حنا كنحاولو أننا ندخلو في كل شراكة اللي يمكن لأنها إما أنها تثبت وتبرز العمل ديال المعهد أو أنها تكون يعني موجهة لخدمة المجتمع الذي ننتمي إليه ولا تشرف بطبيعة لخدمته. فبالتالي كانت عندنا مجموعة ديال الشراكات التي قد نعتبر على أن أهم شراكة التي جمعتنا هي التي جمعتنا بجمعية نعمة التنمية مدينة الرباط، هذه من أهم الشراكات على المستوى الوطني، على المستوى الدولي قد نقول على أن أهم الشراكات وهي الشراكة التي جمعتنا بمنظمة الأمم المتحدة وتحالف الحضارات، بالإضافة إلى أن الشراكة الأخيرة وهي التي يعني مولت المشروع الفن السابع من أجل مستوى المرأة وهي منظمة كوسبيا الإيطالية. هذه أهم الشراكات التي تجمعنا مع بعض المؤسسات الوطنية والدولية، ولكن طبيعة الحال كما نقول دائما نحن ننفتح المجموعة ديال الجمعيات المحلية وكنواكبوا مجموعة ديال الجمعيات المحلية وحتى بعض الجمعيات التي تطرق باب المعهد من أجل التأسيس، يعني نحن يعني يكون لنا دور الإرشاد المساعدة توفير جميع الوثائق التي تفيد هذه الجمعية من خلال التأسيس. وكان عندنا آخر تجربة وهي تأسيس جمعية أبناء الغد الرياضية، فبالتالي الجمعية دي محلية يعني أعضاء ديال المعهد بالإضافة أعضاء ديال المكتب لأنهم حاولوا أنهم يواكبوا كل صغيرة وكبيرة من أجل تأسيس هذه الجمعية هذه اللي الآن حاليا أصبحت واحد الدق وجيز على أنها من ضمن أهم الجمعيات الرياضية في منطقة سردان المكان، وهذا يبين على أننا نحن منفتحون على جميع المبادرات التي قد نقول على أنها تعطي الإضافة للحق الجمعي في مدينة طنجة. جمعيات أخرى تم تأسيسها على المعهد بحال جمعية حي الجرالي للتربية والتنمية، جمعية حي المنبر للتربية والتكوين، مؤخرا من الأسبوع الفارق عاود تم تأسيس مركز طنجة الكبرى للألعاب الدينية، ومعهد حلقة الأستاذ محمد يعني كيبقى مفتوح من أي مساعدة من أي مواكبة لشي جمعية لا في المجال الاستشاري ولا في يعني في المجال التكويني والتأطير. طبيعة الحال حنا كما كنقولوا على أن النقص لابد أنه يعيكم، هذه راه ضروري. أولا كاين مجموعة ديال الحاجات اللي كتعيقنا، ممكن على أن المقر اللي حاليا حنا لازلنا يعني باقي كنخلصوا السومة الكرائية ديال المقر، وبالتالي هذا كاين واحد العبء، كيضيف واحد العبء على 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 المعهد اللي كنتمنوا مستقبلا أنه يكون المقر ديالنا في الملكية الخاصة ديال المعهد، يعني أن كنتمنوا وهذه نقولوا أنها رسالة من خلال القناة ديالكم المسؤولين على أنه نوفروا لنا واحد الفضاء المعهد، مادام أننا كنسخروا المعهد من أجل التكوين التأطير ديال الشباب الإدماج ديالهم في الشغل، أننا كنواكبوا القضايا المجتمعية القضايا الشبابية، فلا بد أننا تكون عندنا الحق فأننا نمتلك واحد المركز، خصوصا مجموعة المراكز اللي صراحة وللأسف تقدم لجمعيات غير مؤهلة في إطار قد نقول على أن محاباة سياسية أو بعض العلاقات الاجتماعية. فبالتالي كنتمنى أننا نحضر واحد المقر ليكم ملكية خاصة، وهذا غيزول علينا واحد العبء ديال الحسومة الكرائية اللي كتكهل يعني نقدروا نقولوا الميزانية ديال المعهد، بالإضافة لبعض النقائص قد نقول على مستوى بعض النقائص ممكن على مستوى اللوجيستيك، ولكن الحمد لله في كل مرة كنضيفوا واحد نقدروا نقولوا أي شيء اللي يقدر يفيد العمل ديال المعهد كنحاولوا أننا نشرو كنوفروا هاد التجهيزات، يعني نحن يعني كنحاولوا أننا نشري مجموعة من التجهيزات اللي عادي تخلينا ننجحوا في العمل ديالنا، بالإضافة كاين بعض النقائص نقدروا نقولوا معرفية، خصوصا اللي عندنا يعني استقطبنا مجموعة ديال الشباب اللي دابا حاليا كيتسلموا المجلس الإداري اللي مازال أنهم خصهم يتأطروا، فبالتالي حتى حنا كنحاولوا أننا نشتغلوا معاهم كنحاولوا أننا نأطروهم باش يكون عندنا واحد التكامل داخل المعهد بين المكتب التنفيذي والمجلس الإداري، نقدروا نقولوا هذه النقائص اللي كيعرفها المعهد. لا بالنسبه للمعهد خصوصا المجلس الاداري كيتوفر على 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 النساء وعلى الرجال، يعني اللي عندهم الامن ديالهم في السن ديالنا، يعني المعهد كيبقى مفتوح حسب القانون الاساسي
لكل شاب او امراه اللي كيفوت السن ديال رسم التخصصنا. يعني هذا هو السن الادنى ديال الخاص من المعهد. وانا لا اؤمن بالسن لان المجموعه ديال الاشخاص اللي كينتموا للمعهد يعني السن ديالهم هو متقدم في السن، ولكن ان العطاء ديالهم كبير. وكنحاولوا دائما في كل مره اننا ناخذوا بالنصائح ديالهم، اننا نقتديو بهم، كذلك ناخذ بتجاربهم، خصوصا الجمعويه اللي عندنا بعض يعني بعض الاعضاء اللي عندهم واحد الحموله ثقافيه، حموله جمعويه كبيره، فبالتالي اننا نقتدي بهم. ونحن هذا هو الجميل في المعهد، اننا كاين واحد التلاقح بين الاجيال، تلاقح بين النوع النساء والرجال وبين السن. وكنظن على ان في العمل الجمعوي لا اظن على ان السن شرط من الشروط ديال العطاء. المشروع الفن السابق لجنه مساواه المراه وكان في اللوح كيفاش حل، كان جاتنا واحد انفيتاسيون يعني باش نحضروا واحد ابيل دوفر ضمن المشروع. هادشي هذا كان في اكتوبر 2017. حضرنا لك ابل دوفر، يعني عرفنا شنو هو الهدف العام، شنو يعني النتائج المنتظره من هذا المشروع، ويعني تحمسنا يعني من واحد الشيء في الداخل المكتب التنفيذي. قلنا زعما علاش من يعني من يعني ما نحاولوش، يعني نحاولوا نمونطيو فهمتي ان بروجي. داكشي اللي كاين يعني فهمتي، يعني سطرنا الاهداف وعدلنا يعني واحد اللجنه اللي مكونه من اعضاء المكتب التنفيذي، نزلنا المشروع يعني فين بدينا كنحاولوا نكتبوه. والحمد لله يعني دفعنا ودوزنا بري سيليكسيون يعني المغرب اللي تقريبا 17 جمعيه كانت يعني دفعت. الحمد لله ما عاد يعني تولي على النقطه. وبحال اللي قلت هذا يعني هذا راجع، وهذه مناسبه كنخلي نشكر يعني ديك اللجنه اللي خدمت على هذا المشروع هذا اللي تقريبا كيكون 55 صفحه اللي في مجموعه من النقاط الاساسيه. والحمد لله يعني دوزنا المرحله الثانيه اللي هي بري سيليكسيون في الاتحاد الاوروبي، يعني من بين مجموعه من الدول. والحمد لله يعني البروجي ديالنا تقبل ووزن العمل. بطبيعة الحال أنا ممكن قد نقول على أن أهم رسالة يمكن أن توجه من خلال الفن السابع لجنة مساواة المرأة هو على أن مجموعة ديال الجمعيات اللي نقدروا نقولوا على أن في مدينة طنجة خصوصا فاس طنجة اللي عندها واحد النقص على مستوى نقدروا نقولوا على مستوى التسيير، لأنه التسيير هو قد نقول على أن البوابة ديال النجاح. ممكن أننا تكون عندهم فرصة ديال التأطير والتكوين، لأننا حنا حاولنا أننا يشاركوا معنا في هذا المشروع يعني اهم الفاعلين الجمعويين في المدينه او في المغرب، اللي غنحاولوا ان عندنا مجموعه ديال الاتصالات مع مجموعه ديال المختصين في المجال الجمعوي، كذلك في مقاربه النوع غنحاولوا نتصلوا بمجموعه ديال المختصين اللي غادي يكونوا حاضرين معنا، كذلك في الميدان السينمائي اللي حاولنا ان نتصلوا بمجموعه ديال الفنانين السينمائيين اللي عايشوا من جميع المدن المغربيه، انهم كاين مجموعه ديال الاتصالات عندنا، بالاضافه لبعض الناقدين السينمائيين ومخرجين سينمائيين اللي غيكونوا حاضرين معنا، وبعض التقنيين مجال السينما، وبعض الحقوقيين والحقوقيات بطبيعه الحال اللي غادي يكونوا معنا. فبالتالي قد اقول على ان هذه فرصه انهم يتكونوا انهم يتاطروا، لان من خلال التكوين والتاطير غادي يخليهم يديو واحد التجربه مهمه اللي غتخليهم في اعداد المشاريع، على انهم تكون عندهم واحد التجربه واحد الحموله، لان يعني التسيير ديال مشروع احترافي ماشي هو التسيير ديال مشروع عادي يعني اللي كيتمول بميزانيات ضعيفه، او قد نقول على انها تمويلات يعني محليه او اقليميه. يعني صراحة وللأسف يعني في الآونة الأخيرة يعني يعاب على العمل الجمعوي في المغرب، وأنا أقول يجب أن يقنن نظرا على أن بعض الدخلاء للعمل الجمعوي الذين يعني بدأوا يمتهنون مهنة العمل الجمعوي، وهذه الرؤساء وللأسف يعني على أنهم قد نقول على أنهم يدخلون إلى الميدان بدون سابق، فقط على أنهم سمعوا على أن العمل الجمعوي يعني يعرف المال، يعني هناك مال فهو يعني الشهرة إلى آخره، فبالتالي
الكل يبحث عن السرقة. للأسف قد أقول هذا هو السبب، كذلك على أن بعض المصالح السياسية، مجموعة ديال السياسيين اللي كيربطوا علاقات مع مجموعة ديال رؤساء الجمعيات باش أنهم كيمولوهم من أجل مصالحهم السياسية، وهذا خلق مجموعة ديال الرؤساء أو بعض الجمعيات اللي كيكون العمل ديالها فقط موسمي، مجموعة ديال المحطات أنهم كيحاولوا يبرزوا، كيحاولوا أنهم يستفدوا من المال العام، وهذا للأسف اللي خلق جمعيات اللي عندها اختصاصات يعني قد أقول محدودة. يعني فبالتالي التكوين أو التأهيل ديال الجمعيات أو تأثير الشباب فهو يعني قد نقول مجال غير مربح. يعني فبالتالي أي جمعية طبعا الحال عندما تنظم مهرجان فني أو مسرحي أو غنائي أو رياضي، فبالتالي هناك التمويلات، هناك الشركات إلى آخره. فبالتالي المجال ديال التكوين بعيد، لأنه يعني قد نقول لا يجني المال بالنسبة لمجموعة الرؤساء اللي كيكون الهدف ديالهم هو المال. بالإضافة قد نقول على أن لكي تكون جمعية يعني كتسخر المعارف ديالك من أجل التأطير والتكوين، لا بد أن تكون عندك مجموعة ديال الطاقات المؤهلة علميا. فبالتالي إحنا الحمد لله في المعهد اللي كنمتلكو مجموعة ديال الطاقات المؤهلة علميا ثقافيا، هي اللي خلتنا أننا كاملين كنتقاسموا هذه الفكرة، فكرة التكوين والتأطير ديال الشباب والشابات بالنادين. بالإضافة اللي قال الأستاذ محمد، هي أعضاء ديال المكتب مؤمنين بواحد المعادلة ريادية. شنو هي المعادلة الرياضية؟ هي من يعني باش نحققوا التنمية كخصنا مشاريع تنموية حقيقية. باش يكونوا عندنا مشاريع تنموية حقيقية كخصنا جمعيات وأطر مؤهلة. باش يكونوا عندنا يعني جمعيات وأطر مؤهلة لابد من التكوين. إذن نرجع يعني المعادلة العكسية، يعني التأطير والتكوين كيعطينا أطر وجمعيات قوية. الأطر والجمعيات القوية كتقدر تواكب، كتقدر تتبع، كتقدر تقيم السياسات العمومية، وكتقدر تنزل مشاريع تنموية اللي تقدر تستفد منها المدينة. يعني هذا هو الهدف ديالنا، وهذه الرؤية أو المخطط الاستراتيجي ديال المعهد. هي صراحة قد نقول على أن في المدة الأخيرة اللي تفوق 6 أشهر قد نقول نحن في ماراثون مفتوح، والسبب هو أن الاجتماعات يعني حسب القانون الأساسي اللي كتقول بأن الاجتماع ديال المكتب التنفيذي كل 15 يوم، ولكن للأسف عندنا مجموعة ديال التعاقدات، عندنا مجموعة ديال الأنشطة اللي مبرمجة، بالإضافة عندنا مجموعة ديال الاتصالات اللي كتوصلنا مع مجموعة ديال الجمعيات، هذا خلتنا أننا نتجاوزوا هذا البند هذا. فبالتالي وقت الاجتماعات ديالنا أسبوعية وفي بعض الأحيان مرتين في الأسبوع، باش أننا كنقدروا نقيموا النشاط السابق بالإضافة للتحضير النشاط المقبل. وطبيعة الحال عندنا مجموعة ديال اللقاءات الإعلامية اللي كتكون عندنا مع مجموعة ديال المحطات سواء إذاعية أو إلكترونية. فبالتالي دخلنا أننا نكون طبيعة الحال هذه المواكبة هي اللي جعلتنا أننا نتجاوزوا هذا البند ديال اللي كيسمح ديال الاجتماع كل 15 يوم. قد أقول على أن العمل ديالنا مهيكل، فبالتالي لابد من الاجتماع من أجل التقييم، الوقوف على الأخطاء النقائص، بالإضافة على أننا دائما والحمد لله المعهد يقدم أنشطة في حلة، يعني قد نقول على أننا نبهج كل الذين يحضرون معنا، بالإضافة على أننا نقدم خدمة يعني علمية أو ثقافية أو قد نقول بطابع سينمائي فني، ولكن طبيعة الحال من أجل توفير ظروف تجعل كل الضيوف الحمد لله أنهم يعني يستحسنون الأمر، خصوصا الزائرون الذين يعني قدموا إلينا في مجموعة المحطات الحمد لله تصلنا ارتساماتهم، وهذا هو السبب اللي خلانا أننا يعني نضحي بواحد الوقت كبير يكون على حساب طبيعة الحال الأسر ديالنا، على حساب على حساب العمل ديالنا، باش اننا يعني نقدروا نقولوا على اننا نوجدوا اي نشاط في حله ادهى كما يقال. وصراحه هذا يعني هذا النجاح هذا لا يرجع الى الرئيس،
ولكن يعني هذا النجاح هذا يعني كرجع أول يعني أول شيء أعضاء دي المكتب تفيدي يعني تفاني في العمل دياله في الإخلاص يعني يعني كيسامو بالوقت دياله كيسامو ماديا كيسامو معنويا بالإضافة إلى أعضاء المجلس الإداري عود توما يعني دائما يعني دائما يعني كالقوم يعني في يعني في يعني مستعدين ومجندين يعني من أجل يعني من أجل إتمام برامج من أجل السهر من أجل التطوير من أجل تنفيذ ديال البرامج وباش نختم يعني هذه المناسبة يعني باش نشكر يعني كل عضو من المكتب التنفيذي وكل عضو من المجلس الإداري لأنهما يعني بينوا فعلا على 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 الحب ديالهم للعمل الجماعي والحب ديالهم للمعهد. الدعوة ديالي للشباب هي ضروري خصهم ينخرطوا في العمل الجماعي ضروري وكنزيد أكثر. علاش؟ حيت الشباب خصوصا الشباب يعني هو كيمثل يعني واحد النسبه ديموغرافيه يعني كبيره في المجتمع. هذا الشباب اذا ما خرجش يعني في العمل الجمعوي وفي العمل السياسي راه اذا ما مارسش السياسه راه غادي يمارسوها عليك. وكاينه واحد يعني واحد واحد يعني واحد بحال نقول لك انا يعني بين قوسين كاينه واحد 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 التيار هو اللي كيحاول يوجع الشباب للعزوف الجمعوي والسياسي باش يعني باش كيلقى يعني الفضاء فارغ. انا هذه يعني هذه عنجر يعني بالمناسبه باش عندي كندعي يعني الشباب باش ينخرطوا في العمل الجمعوي وفي العمل السياسي باش يعني باش يقوموا بالتغيير ويقوموا يعني مجموعه ديال الاقتراحات اللي بطبيعه الحال غادي تكون يعني ايجابيه في يعني مصلحه المدينه ولا في مصلحه ديال الوطن. المهم في ختام هذه الجلسه بصراحه كنا سعداء اولا بالحضور ديال قناه اجونس اونلاين مرتيل اللي كنشكروها على المواكبه ديالها دائما وصراحه هذا يثلج الصدر نظرا لاننا الحمد لله كنحضروا واحد المتابعه اعلاميه هذا يبين على اننا على صواب يبين على اننا في طريق النجاح سائر وبالتالي يعني هذا كيزيدنا الا اننا فخرا كيزيد اننا باش نشتغلوا اكثر وبالتالي من المنبر ديالكم كنوجه كلمه شكر لكل رجال الاعلام طبيعه الحال الشرفاء الذين يحبون المبادرات الشبابيه الهادفه التي تهدف الى التغيير الى تنميه هذا المجتمع الذي ننتمي اليه بالاضافه من خلال قناتكم. يعني قد اقول على اننا دائما المعهد يفكر في تقديم مجموعه ديال المشاريع اللي كتفيد الحق الجمعوي بالمدينه واللي كتفيد الشباب والشابات بالمدينه وبالتالي قد نقول على ان المعهد من خلال مشروع الفن السابع او مجموعه ديال المشاريع الاخرى فهو دائما يفكر في الشباب يفكر في طموحاتهم امالهم كذلك على اننا ناسف المجموعه ديال نقدروا نقولوا على ان بعض الاشياء التي تقع في مجتمعنا سواء بعض الشباب اللي كيتعاطوا المخدرات او الذين يفكرون نحو المجهول او الهجره السريه فبالتالي نحن من خلال المعهد يعني ناسف مجموعه ديال الظواهر التي تحيط بنا فبالتالي سنعمل جاهدون من اجل القضاء على مجموعه ديال الاشياء قد نقول متطرفه التي تسيء الى مجتمعنا. نحن مجتمع يعني اسلامي مجتمع متحضر مجتمع له مورث ثقافي عرفي يعني مجموعه ديال الاعراف التي تعيش معنا يعني استمد يعني مجموعه ديال الافكار التي حاولنا ان نستمدها من الاجداد فبالتالي لا يمكن ان تضيع هكذا سدى فبالتالي حب هذا المكان حب اهله يجب ان يسري يعني جميع الاسر فبالتالي لابد من اننا نشتغل نكد نشارك نتقاسم مجموعه من الافكار من اجل تنميه هذه المنطقه او من اجل تنميه المدينه بالاضافه هي رساله لكل الشباب على انهم ينخرطوا في العمل الجمعوي فالمعهد بطبيعه الحال هو جزء
من هذه المدينة هذه فالأبواب ديالو مشرعة مفتوحة لكل شاب أو شابة يعني لديها موهبة يجب أن تسقلها طبيعة الحال ستجد فرصة من أجل التكوين من أجل إثبات الذات، بالإضافة على أننا نتمنى كل من يشوش على عمل المعهد أو يشوش على أعضائه كنتمنى أننا أنه يفتح معنا قنوات تواصل من أجل لم أي خلاف أو توضيح، لأن هذا يسيء للفاعل الجمعوي الحر. وحنا نحن بطبيعة الحال يعني قنوات مفتوحة للتواصل، كذلك على أننا من خلال هذه السنة الجديدة اللي مقبلين عليها وهي سنة 2019 كنتمنى أنها تكون ناجحة للمعهد. ومرة أخرى كنشكر كل اللي كينتمي للمعهد المتوسط الديمقراطي التنمية والتكوين، وعادي إن شاء الله في السنة القادمة كنفكروا أننا بمجموعة ديال المشاريع وأهم النشاط اللي كنفكروا فيه واللي وكلته معنا أجونس أونلاين مارتي وملتقى الشباب جيم الوطن التطوع اللي غيكون في الدورة الثانية ديالو، واللي غنحاولوا أنه يكون بصبغة وطنية باش أننا نبينوا بأن المعهد قادم قادم قوة.